شفت صورة مرات رامز جلال وشكلها؟ يمكن ده السبب اللي خلاه ما يظهرهاش للإعلام نهائي. رامز ليه جماهير كتير بيبقوا عايزين يعرفوا عنه كل حاجة، لكن هو غامض وبيتكلمش عن نفسه خالص. طب إيه السبب؟ تعالوا نعرف الموضوع ده من الفيديو بتاعنا. رغم إن رامز جلال فنان دمه خفيف وناس كتير بتحب أعماله ومتفاعل جداً معاهم على أكاونتاته على السوشيال ميديا، لأ وكمان بيتفاعل مع صورهم اللي بيبعتوها له، إلا إن جمهوره ما يعرفش عنه معلومات كتير حتى عن حياته الشخصية، غير إنه أخو الفنان ياسر جلال وابن المخرج الراحل جلال توفيق، لكن دايماً حياته عن ارتباطه غامضة جداً. هو متجوز بس عمره ما ظهر مع مراته في أي مكان، يمكن حلوة مثلاً وبيغير عليها، بس الصورة اللي شفناها ليها هي جميلة فعلاً، وده بإجماع رأي الناس اللي شافوا الصورة. ودي الصورة اللي نشرتها الإعلامية الكويتية مي العيدان وكتبت عليها زوجة الفنان رامز جلال، أحس إنها عايشة معاه في بيت رعب. وده فعلا اللي الناس كلها بتقوله بسبب اننا اتعودنا عليه في برامج المقالب الخطيره اللي بيعملها ومقالبه الكتير في اصحابه لما بيبقى قاعد معاهم. بس غير كده رامز جلال عنده ابن اسمه ياسر على اسم اخوه الكبير، وممكن كمان يكون سن دلوقتي 10 سنين، بس ما نعرفش الست اللي في الصوره دي هي مامته ولا رامز كان متجوز قبليها وخلف منها ياسر، خصوصا ان من سنين طلع اشاعه على رامز جلال انه كان متجوز من الفنانة غادة الشريف اللي وقتها ما كانتش مشهورة قوي، وده بسبب انتشار صور ليهم مع بعض وهي لابسة فيها فساتين زفاف والكل افتكر انها من يوم فرحهم. بس الحقيقة ان الصورة بترجع لمشهد من مسلسل وتاهت بعد العمر الطويل اللي اتعرض في 2001، ورغم ان رامز وياسر جلال اخوات الا ان شخصيتهم مختلفة تماما عن بعض، ورغم ان شخصية ياسر جادة شوية الا انه في معظم الاوقات بيشارك جمهوره بصور مع مراته واولاده، وفي صور كتير من فرحه متداولة على السوشيال ميديا وظهرت معاه كمان في تصوير حلقة من برنامج 90 90، وعملت مداخلة معاه في حلقته ببرنامج أحلى نجوم، وقالت إن شخصيته في مسلسل ظل الرئيس شبه شخصيته الحقيقية وهو مثال للصبر والاجتهاد. بس ياسر بيرفض المقالب اللي رامز بيعملها وقال إنه مستحيل يطلع معاه في برامجه، ولو حصل هيكون رد فعله عنيف جدا. ورغم إن برامج رامز ليها جمهورها وناس كتير بتستناها في رمضان وتقعد تتفرج عليها ويستنوا يشوفوا هيعمل إيه مع المشاهير، إلا إنه بعيد تماما عن الإعلام وما بيطلع في برامج ولا مع صحفيين خالص، وحتى لما بيبقى في مشكلة مع المشاهير بسبب مقالبه المحامي بتاعه هو اللي بيطلع يرد. ودلوقتي تفتكروا ايه السبب اللي بيخلي رامز ما يتكلمش عن مراته؟ ويا ترى هما لسه مع بعض ولا انفصلوه؟